جدا مع نجمة خاصة جدا، كتير بنقرأ اخبارها وكتير بنسمع كلام عنها، اكيد عايزين نسألها ونرحب بيها هنا على ارض مصر ونشوف حكايتها ايه. حكاية البنت الشقية الجميلة اللي كل ما بتعمل حاجة بيحصل ضجة وراها. من القلب حوار جميل مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي. هيفا بجد نورتي مصر. ميرسي. ونورتينا على قناة النيل المنوعات، وأنا بشكرك بجد على أنك لبيتي الدعوة ولبتيها بسرعة، ويعني هقولك بصراحة يعني يمكن وقتها قلنا هيفا وعلشان تيجي وحن نسمع بقى شروط وحكايات وكده، لكن كان اللقاء بيننا وبينك كده بسيط ولطيف. أصلا هيدا شغلي بتسعدني وبتشرفني أنه أنا لبي هيك دعوة من هيك بلد عظيم وتلفزيون حلو، وبدي استغل الفرصة لأشكركم على هالاستقبال الجميل يلي من أحلى المرات اللي جيت فيها على القاهرة. أنت نورتينا. أولاً عايزة أسألك على يعني دي أول مرة بتغني في حفلة للتلفزيون المصري. تلفزيون مصري. أول صحيح. مرة. إحساسك يعني أنا كنت حاسة أن أنت مهتمية بيها يعني ومهتمية أن أنت تطلعي بالصورة اللي أنت حباها وشايفاها، والتلفزيون المصري ليه عادات وتقاليد صحيح. أنا شايفة أن أنت كمان كنت حريصة عليها. صراحة يعني هي دعوة من هالشكل واحد لازم يخدها كتير بعين الاعتبار، وأنا من النوع لما بلتزم بوعد أو بشغل بحب أعمله للآخر. هلأ يمكن الناس بتشوف النتيجة بس التحضير ليها ياخد مجهود ووقت، وأنا ألوقة كتير على شغلي، فما بالك بقى لو التلفزيون المصري والشعب المصري الحلو بده يشوفني. ومن المرات القليلة اللي أنا طلعت فيها على تلفزيون يعني بمصر، فأكيد كان لازم يكون في اهتمام كتير كبير من ناحيتي. عارفة أول ما بدأنا نعمل ترتيبات الحجز وقلنا والطيارة، وانت وصلتي قبل الحفلة بيوم، فقلنا خلاص بقى هتوصل متأخر أكيد هتروح على الأوتيل، إلغوا يا جماعة إيه الاستوديو مش هيبقى فيه بروفات. لا طبعا. فرجعت قالوا لي لا هيفا متمسكة بروفات، دي هتوصل الساعة 11 طبعا. بروفات إيه بقى اللي هتعملها دلوقتي؟ فأنا ما كنتش مصدقة أن أنت يعني وصلتي من المطار تقريبا على البروفا. نعم. وقعدتي 5 ساعات وظبطتي الصوت وكنتي مهتمية بده، يعني بجد أنا حاسة أن أنت كمان واخدة المسألة بجد. لا هو أنا يعني مسألة واخدة المسألة بجد دي تحصيل حاصل، أنا دايما واخدة المسائل بجد لكل شيء بعمله بحياتي، يمكن عشان أنا الستايل اللي بقدمه، نوعية الأغاني، الإيمج بتاعت هيفاء وهبي بتوحي ممكن بسهولة أو بعفوية معينة، بس حتى العفوية بتبقى ساعات مدروسة. هيفا انت يعني عايزه اقول للمشاهدين كلنا معترفين انها امراه جميله، ولكن انت كمان على الطبيعه عندك جمال خاص يعني جميله من جوه يعني، فحننسى الحكايه انا دي. عمري ما تعالي ندردش كده من قلب. انا ما بحبش الناس حسب شكلها، وبحب الاشخاص حسب قد ايه انا قريبه منهم وقد ايه انا ممكن اصدق اللي قدامي وقد ايه العينين اللي قدامي دي مش بتكذب. فانا اوتوماتيكلي ببقى زي الشخص ده. الشخص ده لو مش كده
ابقى انا حد تاني. تبقي سيبي طبعا. عشان كده انا شفتك وعلاقتك بالناس بسيطه مع الناس يعني. هي الايمج حاجه عشان تبقى عمال الاستوديو يعني تديهم اهتمام واللي بيرقص على اغانيكي والناس اللي يعني عندك انسانيات خاصه. بحب اعامل الناس زي ما بحب ان انا لو انا مكانهم اتعامل من فنان. عشان لما انا كنت يعني صغيره وكنت معجبه بكثير فنانين كنت حس المسافه اللي بين الفانز والفنان كل ما كانت كبيره كل ما الفان ده بحس بنوع من خيبه الامل. حتى لو هي عشان دايما بيبقى حاسس ان هو ليه فيه يعني عايز يبقى قريب منه بحبه. مثلا اشوف فنان فجاه مثلا في مطار او في سوبر ماركت وانا حلمي مثلا اشوفه في يوم من الايام انه اروح سلم عليه والاقي رده فعل مش هي اكيد في شيء هيتغير فيا كمعجبه بفنان. صح يقول لك انا قابلته كان بارد قوي معايا لا عشان الفانز يعني ممكن الفرصه ان يشوفوا فنان بيحبوه تعدي مره بس حقيقي صح وما تتكررش والمره دي بتعلق بدهن تعمل انطباع صحيح فمهما كان الفنان عنده ظروف خاصه مش مخليه على بعضه في اليوم ده بس لما يشوف الفانز اللي هم سبب نجاحه وسبب سعادة النجاح اللي هو فيه لازم يعطيهم شوي من الحقوق اللي وينسى الظروف دي شوي حقهم علينا كفنانين عشان هيك لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بالنجاح والشهرة صار عندي هالشعور معي وين ما أروح أي إنسان مطلق إنسان بشوفه بطريقة مهما كنت بمود وحش أو حلو هيدا الإنسان لحظات دي قوة أعصاب يعني انت برضه بتبقي هو المفروض قرار يعني مبدا تاخديه وتمشي فيه الفانز دول سبب نجاحي هول قالن علي